حصل عليها ومش لاقيها، ما يقدرش حتى يشتريها. لما نشوفوها نحن جاهزه في الشوارع على القمامه، ونشوفوا حالات حتى ولاده للاقار في وسط الشارع ومناظر، يعني فيها وجهنا الدعوه لعديد من الجهات، قسم الانتاج الحيواني، انطلاقا من مسؤوليته في الحفاظ على الثروه الحيوانيه والاداره الناجحه لمشاريع الثروه الحيوانيه وارشاد المربين مربي قطاع الانتاج الحيواني بالدرجه الاولى وتعريفهم على الطرق الصحيحه لتربيه الحيوانات. كان من ضمن مسؤوليته انه يلفت نظر صناع القرار في بلديه البيضاء الى مشكله وجود الحيوانات السائبه هذه اللي موجوده في شوارع مدينه البيضاء. من الدرجة الأولى الحيوانات السائبة هذه تعتبر أذى بصري ومنظر شاذ جدا، لأن هذه بيئة مش بيئتها. الشق الثاني اللي هي هذه الحيوانات تقضي في حياتها على قمامة مرمية في الشوارع. للأسف الفترة هذه ممكن في جهود جيدة لإزالة قمامة الشوارع، لكن الفترة السنوات الماضية شهدت تراكم كبير جدا في القمامة في شوارع مدينة البيضاء. هذه القمامة تحتوي على، بالإضافة القمامة العضوية اللي مخلفات المطابخ في المنازل، تحتوي على قمامة مواد صحية خطرة في المستهلك المنزلي، تحتوي على مواد بقايا مبيدات من الناس اللي عندهم مزارع وعندهم حقول يقوموا برشهم، سواء مبيدات حشرية ولا فطرية ولا غيرها. البقايا كلها ماشية، وأنا كمواطن يعني هنا في مدينة البيضاء، وللأسف الكارثة المتنقلة أو القنبلة الموقوتة المتنقلة اللي هي الأبقار السائبة، وسميناها أبقار سائبة لأنها يعني فعلا زي الشيء السائب، ما عندهاش ما مكان أو حد يلمه من الشوارع. طبعا المنظر دائم المكبات، يعني دايرينها بطريقة صحية بطريقة الكمر، ويطلع منها غاز الميثان بصورة مستمرة بدون أي كم عايشين المشكلة هذه. القمامه هذه للاسف لو انها قمامه عضويه يتم تقديم مصور عن مناطق تواجد الابقار في البيضاء المنتظم، يعني ماشيه في مسار معين وماشيه في مسار منتظم، زي ما نقول واخدة على المكان، يعني واخدة في مدينه البيضاء. طبعا احنا كمشكله ما نقدروش نحصروا جميع المواقع، لان تعتبر يعني نقدر نقول ان الابقار السائبه منتشره في كل ارجاء المدينه، ولكن حاولت وأجهزة كهربائية بما تحمل من معادن ثقيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نظم اليوم قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة عمر المختار ورشة عمل حول الأبقار السائبة بشوارع مدينة البيضاء بالجبل الأخضر. طبعا تعاني مدينة البيضاء من كارثة متنقلة اللي هي الأبقار السائبة في الشوارع اللي ترعى على النفايات. فقسم الإنتاج الحيواني باعتبارها وجهة بحثية تتم بالجانب العلمي للمنتجات الحيوانية وغيرها، وبناء على مراسلة من رئيس جامعة عمر المختار الأستاذ الدكتور سالم بالحسية، يحث فيها الكليات والأقسام العلمية بالقفز خارج أسوار الجامعة لمعالجة المشاكل اللي يعاني منها المجتمع، وفي نفس الوقت لها علاقة بالتخصص العلمي للأقسام. فأول شيء فكر فيه أو نظر له مجلس قسم الإنتاج الحيواني اللي هي الأبقار السائبة في الشوارع، هذه الكارثة المتنقلة. طبعا تم عمل أيضا بحث ميداني، حيث تم سحب عينات من الأبقار اللي ترعى في الشوارع، عينات حليب وعينات دم، وجريت عليها عدة تحاليل، وتبين أنها تحتوي على العديد والعديد جدا من المواد المسرطنة اللي حتى بالطرق البسترة المختلفة والغليان المختلفة هذه المواد لا تتأثر وتنتقل للإنسان وتتراكم داخل جسمه وتسبب بعدين أمراض، منها مرض عفانا وعفاكم الله السرطان. وبعدين نجو كمواطنين نسأله من أين سبب هذه الأمراض، فلا يوجد بيت يخلو من أي منتج حيواني وطني، ابتداء من الحليب وما يعرف في الشارع اللي باسم اللبن أو اللبن، وأيضا لحوم الأبقار سواء مجمدة، الهبر، المفروم، لحم البقر الوطني، كل هذه المواد تحتوي على مواد مسرطنة نتيجة رعي الأبقار على النفايات في شوارع المدينة. فنتمنى أن تكون هذه الورشة خطوة أولى لوضع حل جذري لهذه المشكلة، ونتمنى أيضا من الجهات التنفيذية في الدولة الضرب بيد بالحديد على هذه المشكلة لوضع حل نهائي. ونتمنى لكم في نهاية هذا اللقاء دوام الصحة والعافية، وشكراً.